والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. بعد ما تكلمنا عن conversion من and or، هنعكس القضية وناخذ نتكلم عن converting من or لand. وهو بيقول البوليان كونديشن أولاني، لما يكون or مع البوليان كونديشن الثاني، الاكسبريشن ده او الستيتمنت دي مساويه تماما ل اني انفي البوليان كونديشن الاولاني واحط اند لوجيكال اوبريتور معناه في البوليان كونديشن الثاني وانفي الكل. احنا نحاول نجرب الكلام ده بالرول بتاع المنطق. احنا عندنا ان ديت طبعا طالما ديت بتكون عباره عن اللوجيكال اوبريتور اور، فانت عارف الناتج بيكون عباره عن ايه، انها بتشغلك على الاور اوبريتور، يعني الناتج اي قيمه من دول كان ترو بتشغلك ترو، تمام؟ يعني في حاله ان زي الجد زي الجدول ما هو مكان موجود، تمام كده. جميل، نيجي بقى عند احنا عايزين نطبق بقى القصه بتاعت الاند دي، تمام؟ هنقول بقى ايه، هناخد نافي، هنروح عند الاند. حلو جميل، ناخد نافي البوليان اكسبريشن واحد، يعني مثلا هناخد القيمه الاولاني يبتدي باكس واي بزيرو زيرو، هنفي يعني فولس وفولس، هنفي الفولس يبقى نافي بيكون عباره عن ترو، واعمل اند مع نافي الفولس، نافي بيكون عباره عن ترو، واروح انفي الكل. انت عارف ان الاند بتشتغل ترو مع ترو، هي كده شغاله كويس. حلو كده، الناتج بيكون عباره عن ايه في الحاله دي؟ الناتج بيكون عباره عن ترو. لما انفي الناتج بيكون عباره عن ايه؟ الناتج هيطلع لي عباره عن فولس. يبقى ايه؟ يبقى السطر ده اتحقق بنتيجه مساويه للقيمه دي. يبقى ديت كده اشتغلت. حلو، نيجي بقى لمين؟ لزيرو واحد. نجرب الزيرو والواحد. الزيرو معناها انها فولس، انفيها هتطلع لي ترو واعمل اند، والواحد ده معناها انها ترو، هنفيها هتروح تطلع لي فولس. وانت عارف ان الاند ما بتشتغلش غير لما يكونوا الاثنين ترو، فبالتالي هي كده هتديني فولس. لما فيها تروح تطلع لي ايه؟ تروح تطلع لي القيمه ترو، يعني كده السطر ده كمان سوالي السطر ده بقيمه ترو. جميل، ناخد الحاله الثالثه اللي هي تكون مساويه للحاله دي، الواحد والزيرو. لما انفي الواحد اللي هي اللي ترو يديني فولس، واعمل اند مع نافي الزيرو اللي هو فولس يديني ترو، ولان ده لوجيكال اوبريتور اند ما بيشتغلش غير مع ترو ترو، فالناتج بيكون عباره عن فولس. لما انفي الناتج يطلع لي ايه؟ الناتج يطلع لي دلوقتي ترو، فبالتالي حتى السطر ده اتحقق وسوالي السطر ده طلعت الناتج بترو. ناخد الحاله الاخيره في اند، واحد واحد. طيب لما انفي الواحد او لما انفي الترو بيديني عباره عن فولس، ولما استخدم الاوبريتور اند وانفي الترو بيديني عباره عن فولس. وانت عارف ان الاوبريتور اند ما بيشتغلش مع القيمه مع ما بيطلعليش، اهو الاوبريتور اند بيشتغل مع الزيرو والزيرو بيطلع لي زيرو، يعني الناتج هنا بيكون عباره عن ايه؟ برضه فولس. لما انفي يطلع لي الناتج ايه؟ يطلع لي الناتج ترو، فحتى السطر ده كمان اتحقق بترو. يبقى انا كده عرفت اني احقق الاوبريتور لوجيكال اند كله باستخدام اللوجيكال اوبريتور اور، باني ايه؟ باني للاسف بالعكس، اني عرفت احقق اللوجيكال اوبريتور اور باستخدام اللوجيكال اوبريتور اند، باني ايه؟ زي كده ايه؟ انفي الكل واوزع القصه دي زي ما بيقولوا. انا فايه؟ هنفي ده وانزله، وهنفي ده وانزله، وهقلب اللوجيكال اوبريتور من اند الاور وهنفي الكل، فهيحقق لي نفس الناتج. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.